بالفواكه والخضر بأكبر مرفق بالمغرب بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الداروي. كاين عدة شكايات من أجل تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال الصنادق الفارغة، وكانوا يديروا الشركات كنصبوا على مجلس المدينة الدار البيضاء الكبرى، وكاين عدة شكايات ديال الله كيدخل بكثرة. دار كاين عامر بالدلاح كيتخلصوا فيه العساسة، كيتخلصوا في الكمينات، كيتخلص تعيشنا بالجمعية اللي فيها بعض أعضاء مع الشركة التنمية، والمداخل ديال مجلس المدينة كيتدنس وما كيتدنس. يعني كاين حكم قضائي عساس كيتخلص مع التاجر ومع الفلاح. اللجنة اللي تحقق في هذا الشيء وراه طالبة من رئيسة مجلس المدينة وما كاين والو. يعني ها هي الشكاية اللي صدرت لرئيس مجلس المدينة. تحمل على هذه الاتهامات اللي كنقول وباغي لجنة وباغي لجنة. راه الاختلاسات راه كثيرة بزاف سوق الجملة. راه الاختلاسات المال العام بزاف سوق الجملة. راه ما كاينش المحاسبة في سوق الجملة. كنطالبوا من وزير الداخلية وكنطالبوا من رئاسة النيابة العامة باش تبحث معنا في هذا الشيء. هذا مسؤول الشركة التنمية المحلية. هاد العبث اللي كان في سوق الجملة علاش؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بصمرة سعيد فاعل جمعوي للفواكه والخضر بأكبر مرفق بالمغرب بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء. كاين عدة شكايات من أجل تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واختلاس وتبديد المال العام والابتزاز غير المشروع واستعمال لقب شخص متوفي في أوراق التعشير واستعمال باركينات بدون وجه حق. هما كانوا بمجان وكان واحد الجمعية دار شراكة هي الشركة التنمية المحلية. كانوا جمعية اختصاصية في الملك العمومي في كراء الصنادق الفارغة، وكان يديروا الشركات كنصبوا على مجلس المدينة الدار البيضاء الكبرى. وكان عدة شكايات للسيدة الرئيسة لمجلس المدينة الدار البيضاء الكبرى وإلى السيد وزير الداخلية، ولكن ما كاينش التفاعل مع هاد الشكايات. ما عرفناش علاش هاد الناس، واش ما عندهم لا حاسيب لا رقيب؟ ما فهمتش. دابا كتدخل بكثرة بالله موسم ديال بالله كيدخل بكثرة. باركين عامر بالله كيتخلصوا فيه العساسة، كيتخلصوا في الكمينات، كيتخلص التعشير، كيتخلص التيفيا، كيتخلص بزاف ديال المستحقات على من على المستهلك المغربي يعني فينا هي هذه المسؤوليه ديال الشركه التنميه المحليه؟ ما فهمناش علاش الباركينات باركين عاطينو لواحد الجمعيه وهميه كيديروا فيه الخاوي مستغلين وكيستافدوا منه. المستودعات ديال الخاوي ديال الصنادق الفارغه تبنات تقريبا في 2012، يعني شكون اللي كيستافد منها؟ راه ما عندنا الصور ديالهم ودوينا عليهم ودرنا شكايات، ما خليناش منا دير شكايات. يعني هذه الجمعيه اللي فيها بعض اعضاء مع الشركه التنميه والمداخل ديال مجلس المدينه كيتدنس وما كيتدنس. الطويل كاين يعني بدون تعشير، كاين تلاعب في التعشير، كاين يعني مجلس المدينه ما فهمناش واش كاين شي ناس اخرين من غير الشركة التنمية كيدو ليها النصيب ديالها؟ الله أعلم. حيت كاين أنا ما أظن كيبلاصو الكات كات وكيبلاصو الطوموبيلات الفاخرة، يوم السبت كيجيو كيبلاصو كيدو عدة كيدو الأمانة كيدوها. ما فهمتش علاش هادوك الناس شكون هما؟ شكون واش ما فهمتش. كنتسالو شكون هما؟ واش هاد المارشي ما بغاوش؟ وقال لك بغا يديروا التحويل للمارشي. وهاد الناس راه بزاف. ها الباركين، ها واحد اللونكار دارتو، ها واحد المربع يعني دا يحاربوا الوكلاء، ها واحد المربع جديد كيتخلص 6% وكاينين فيه عساسه جداد. شكون اللي كيخلص هذوك العساسه؟ وشكون اللي كيخلص دوك المستخدمين؟ وشكون اللي كيخلص؟ دابا كيتخلصوا مع التاجر الفلاح 6% كيخلص العساس، والعساس كاين حكم قضائي مربع 17، يعني كاين حكم قضائي عساس كيتخلص مع التاجر ومع عند الفلاح ودعا المنداطير ودار شهود مزوره ودار
ما فهمش كيفاش دار ليها، وهو ربح حكم قضائي. يعني على من غادي نديرو؟ يعني كاين العباد، يعني على من نديرو هادشي؟ ها حكم قضائي بالمحكمة الاجتماعية حكمت على هاد الناس باش يخلصوا ليه الأتعاب ديالو، لأنه خدام مستخدم معاهم، هو كينصب وكيبتز على التجار والفلاحة. يعني الشركة التنمية المحلية ما محلها من الإعراب، واش كتحمي المستهلك المغربي، ولا كتحمي التاجر، ولا كتحمي الفلاح، ولا كدير هاد الموارد؟ يعني شكون كيدي النص بالنص؟ ما كنتسائلوا بين اللجنة اللي تحقق في هادشي، وراه طالبة من رئيسة مجلس المدينة وما كاين والو. يعني ها هي الشكاية نصبت الرئيس لمجلس المدينة، وكاين المحال التجارية، واحد كان جاب تشارك معايا في السلعة وبغى يخلص شي ديون عندي أنا، كيتسالوني شي ديون وباغي نخلص، مشاو قال لي لا هذيك راه بيناتنا أنا وياه حساب، أنا باغي نخلص ديون، أنا ما كناكلش المال العام بحالكم نتوما، نتوما كتاكلوا المال العام وما كتحاسبوش عليه، أنا باغي نخلص ودابا باغي نخلص، ما كيتسالونيش بزاف. وهذاك المسؤول ديال الجمعية راه كاين عنده تقريبا واحد سبعة المنابز ولا ثمانية واخدهم مع الشركة التنمية المحلية، وكيدير فيهم البيع الثاني والثالث، ونتحاسب على هادشي ولا ما كاينش. أنا كنتحمل على هاد الاتهامات اللي كنقول، وباغي لجنة، وباغي لجنة، وهاني ندير شكاية للوكيل العام، وشكاية للوكيل المالي، وكاينة شكاية راه باقا ما عرفتهاش واش عند الشرطة الضابطة القضائية ولا عند المحكمة، هي 1507 على 3101 على 2021، ما عارفهاش انا فين تالفة. كيصيفطوني كيصيفطوني للكوميساري، الكوميساري كتصيفطني للمحكمة، المحكمة كتصيفطني للكوميساري، ما فهمتش علاش. اشنو ما لاحوهاش في الحفظ، ما ودروها، ما قالوا لي ما بقيتش واخا تشكيتات عليا، ما فهمت والو انا، ما عرفتش ما قال هاد الشكايات اللي كندير. واش كنلعب؟ نتربى على هادشي اللي كنلعب؟ راه الاختلاسات راه كثيرة بزاف في سوق الجملة، راه الاختلاسات المال العام بزاف في سوق الجملة، راه ما كاينش المحاسبة في سوق الجملة، راه سوق الجملة راه داكشي اللي كدي الشركة، خلي داكشي اللي كتعطوها في المية، راه الشركة دايرة عصابة إجرامية هنا كتنهب كيما بغات، ها المستودعات، ها تناقش على مربع ثلاثة، يعني محجوز في 2017. يعني فين كدوز هاد 4% اللي كيدو كتباصي فيه 100 شاحنه في النهار، خلي 6% كديها للمجموعه الحضريه، وفين هي ديك 300 درهم في الكامل في الشاحنه يوميا كديها؟ علاش ما تنقصوش هاداك الشيء اللي كتسالو مربع 17 تحيدهم هذيك 300 درهم؟ شكون كيديها؟ وكان رئيس الميزان ما عرفناش خدام مع وكيل المداخل، ولا خدام مع الشركه التنميه المحليه، ولا ما من خدام، هو كيطبع راسو، هو دار طابع فيديو كيطبع راسو، وكيبيع يشرف الماكزين لا كرا مكازين ديال المونتاطير، كراف تسعود كراف 7000 درهم واش دفع 9000 درهم 9 مليون، يعني 9 مليون شكون ياخذها؟ وهاد 7000 درهم هذيك المكازا راه فيهم مجان. تسعود مازال ما غاديش نقول تسعود اشنو اخر، تسعود كاين واحد حدا وكاين شي حاجه اخرى حدا، يعني راه مازال جايين لهادشي. شنو المطالب ديالي؟ باغي الاستغاثه الفوريه لهاد التجار ولهاد الفلاحه والمستهلك المغربي، هادشي باش كنطالب. انا ما كنطالب حتى شي حاجه اخرى، كنطالب بهاد الحقوق ديال الفلاح وديال التاجر اللي كيدير يضرب تماره، وديال المستهلك المغربي. ها مولفت اليوم خلص مليون ونص في 6 مليون 300 شي حاجه في 6 الوراقي، يعني 140 فرانك اللي دايرين اللفت، يعني دايرين اللفت 20 140 فرانك وكيتباع درهم، والباقي اللي كيتباع ب 8 ونص 9 درهم ودايرين ليه 180 فرانك، يعني هاد الفلوس فين كتمشي؟ ودوك اللي في لجنة كاتبينها نصبوا الاحتيال الزوار وكياخذوا الفلوس بالعلالي، كيلعبوا بالعلالي هادوك اللي في لجنة الاثمنة، ما عمرهم تبدلوا، وانا مسؤول على هاد الهضرة اللي كنقول، ودايرين شهادة وكان الباشا وكان كلشي، وكان حاضر الباشا وكان حاضر وقال الاتهامات وقال لي كنعطيه، إلا ما عطيناش ما يحوش لينا من الاثمنة، وما دارني والو راه باقي بلاصتو، ورئيس الميزان باقي بلاصتو. يعني بزاف اللي كيديروا داك الشيء، وشكون محميين من الشركه التنميه المحليه ما فهمتش علاش. وكنتسالوا وكنطالبوا بلجنه التحقيق، وكنطالبوا من النيابه العامه، وكنطالبوا من وزير الداخليه، وكنطالبوا من رئاسه النيابه العامه باش تبحث معنا في هذا الشيء. هذا الشيء اللي كنقولوا راه ماشي ساهل، هذا الشيء ساهل، راه خصنا العقاب عليه الا ما كانش هذا الشيء، وخصنا نحققوا مع هذيك الجمعيه.
الوهمية هذوك الفلوس فين كتمشي؟ هالباركينات، هالمستودعات، هالمربع الجديد، هالمداخل، فين كتمشي هاد المداخل؟ فين كتمشي؟ كنتسالوا هاد مسؤول شركة التنمية المحلية هاد العبث اللي كان في سوق الجملة علاش؟